حلو قوي. بصوا هحط بقى فيه شويه كريمه كده، وهسيب شويه كريمه بس في الاخر للتزيين. اهو حط كده شويه كريمه، سيبهم بقى ايه يغلوا كده مع بعض الشكل ده اهو، غلوتين كده ايه، ونقدمهم. فراخ مش هتاخد سوا خالص في الوقت ده، بقى تقدروا تدوقوا ملحكم وتظبطوا الدنيا لو انتوا في حاجه في الملح محتاجه تتظبط في الوقت ده. تمام. بصوا ده بيبقى محتاج رز بسمتي كده مسلوق او شويه رز معمولين، هيبقى في الموضوع في منتهى الجمال، مش محتاج اكتر من كده. تمام، يعني تطبخوا شويه رز كده بسمتي، تمام، تسلقوه شويه برده، تمام. يلا تعالوا بقى ايه نشوف شوربه الطماطم. تدي كوبايه رز بسمتي كده اسلام، نعملها هنا. شوربه الطماطم محتاجين لها لتر من المرق، طبعا محتاجين طماطم، محتاجين لتر من المرقه، وعندي معلقه صغيره من الصلصه، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره من الدقيق، وربع كوبايه من الكريمه، وعندي كمان خمس ثمرات طماطم، وعندي جزر مكعبات او هفرمه في الكبه نعمه، وبصل مفروم، وثوم مفروم، وكرفس مفروم، وريحان، وزبده وزيت. هقول تاني المقادير: محتاجين لتر من المرق، وعندي معلقه صغيره من الصلصه، مش بحب احط فيها صلصه كتير، معلقه صغيره بس يعني تديني تطعم اللون بس مش اكتر من كده، ومعلقه من السكر، وعندي معلقه كبيره من الدقيق، وربع كوبايه من الكريمه. وبرده لو ما عنديش كريمه هقول لكم بديله ايه، ان احنا حاطين معلقه دقيق، فممكن نشتغل بدل الكريمه ممكن احط شويه لبن برده، ربع كوبايه من اللبن. عندي خمس ثمرات من الطماطم، وعندي جزر وبصل وثوم وكرفس مفروم وريحان وزبده وزيت. تعالوا اول حاجه هنعملها كده، من الحاجات اللي هتديني طعم حلو جدا جدا ان انا هقوم جايبه، حاضر، جايبه كده صاج فرن. ممي صباح الفل، ازيك يا ممي؟ عامله ايه حبيبتي؟ حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد كله لله. تمام الحمد لله، يا رب دايما يا حبيبتي، يا رب دايما. تسلم ايدك يا شيف على الحلقه بتاعت امبارح. الله يخليكي، الله يخليكي، جميله جدا والله. تسلمي والله، تسلمي، انتوا اللي عينيكوا حلوه والله. تسلمي يا حبيبتي. لو سمحتي يا شيف، بس هي القرص كانت بس عشان انا هعملها النهارده. اتفضلي. حطيتي حضرتك حطيتي بيكنج باودر؟ ايه حطيت بيكنج باودر؟ معلقه، معلقه واحده مش الكيس كله يعني؟ معلقه، لا معلقه، معلقه، لان هو فيها خميره، انا بس يعني موضوع. وبرده وانت بتفردي خلي يبقى فيها سمك، ما تفرديش خالص، ما تفرديش بنشابه، افردي بايدك كده بعد ما تخمري الكور بتاعتك، افرديها بايدك كده تتفرد بمنتهى السهوله. ايوه ان شاء الله هعملها النهارده. ماشي، قولي لي رايك فيها ايه. وطبعا طلعيها من الفرن، غطيها على طول وما تسيبهاش كتير في الفرن. ماشي، شغلي الفرن. معلش بس اتفضلي، عندي برد بس، معلش يعني قولي لي وصفه بس للبرد. حاضر حاضر. عينيا. بصي هاتي شويه جنزبيل فريش كده، ابشريهم وحطي عليهم عصره ليمونه ونص كده، اعصري ليمونه ونص على شويه جنزبيل مبشور، على عود قرفه وعصير برتقان، كل ده سيبيه يغلي على النار، وهيبقى معاكي في منتهى الجمال. حليه بقى بعسل، ممكن تحطي معلقه عسل مثلا في الكوبايه اللي انت هتشربيها. الحله دي ممكن تعملي منها كميه وتسيبيها عندك في الثلاجه، منين ما تبقي عايزه تحطي في اي كنكه او حاجه تسخني الكوبايه بتاعتك، بيبقى في منتهى الجمال. عصير برتقان عليه جنزبيل مبشور، معلقه ونص، سوري، ليمونه ونص من عصير، تعمليها عصير عليها عود قرفه، كل الكلام ده هسيبه يغلي مع بعض، وهقوم محلياه بعسل. اتفرجي هيبقى في منتهى الجمال بجد، اعملي حله كده حلوه وكل شويه اشربي منها كوبايه، هيبقى ممتاز معاكي. تمام، شكرا يا حبيبتي. ده تمام، تمام. طيب تعالوا ايه يعني، وانا بعمل الشوربه كده هقوم يعني مقلبه كده كوبايه رز بسمتي عشان نقدمها مع الفراخ. عندي الطماطم اهو بالشكل ده، هحط معاها شويه ثوم اهو كده، حاضر، هحط معاها شويه ريحان وشويه زيت زيتون. ساره صباح الفل. اهلا، ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ اهلا الحمد لله. حلو، اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير والله. انا بحبك قوي. الله يخليكي، انا كمان يا حبيبتي والله، وبتابع برامجك كلها، بموت فيكي. تسلمي والله، تسلمي، ده من ذوقك والله.
شكرا. والله انا بحبك قوي، ربنا يعلم انا بحبك قد ايه. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي بجد، منورانا بتليفونك ودايما كلمينا. قولي لي عندك اي سؤال؟ ايوه عايزه اسالك على طريقه التورته. حاضر عينيا، حاضر عينيا حبيبتي، شكرا يا سارة. تعالوا بقى ايه احنا حطينا ايه في الصاج هنا، حطينا شويه ثوم، حطينا الطماطم، طماطم سليمه او متقطعه كده زي ما انتوا حابين على حسب الوقت لما يسعفكم، يعني مستعجلين قطعوها، وحطيت عليها شويه ريحان، وهحط عليها شويه بصل برضو يتشوا كده. الموضوع ده الخطوه دي بتفرق قوي في الطعم، وهدخلها الفرن يتشوا. تمام كده، يبقى انا حطيت شويه بصل على شويه ثوم على طماطم سواء مقطعاهم كده او سلام، وشويه ريحان وزيت زيتون خلاص، وشويه ملح طبعا وفلفل. كل ده هقلبه مع بعض وهدخله الفرن يتشوي. تمام كده، تمام. لو انتوا مستعجلين يعني اعملوها متقطعه كده، لو مش مستعجلين وعندكم وقت اشوها زي ما انا شويها. انا شويهم على بعض كده، شويه كام فص ثوم وكام طماطمايه وبصلايه بالشكل ده. تمام كده، طيب تعالوا بقى ايه، هحط بس ايه شويه رز كده ابيض يستووا عشان اقدمهم مع الفراخ. بصوا انا هسوي يعني كوبايه رز كده واحده، مش هحط اي حاجه فيها خالص غير شويه زيت، ممكن مكعب زبده وشويه الملح بس كده، يعني مش عايزه اعمله ابيض خالص، مش عايزه اي افتكاسات فيه. حطيت شويه الزيت، ممكن تطعمه بمكعب مرق كده، وشويه الملح، وهقوم ميه مغليه كده هفلفل بس كده، انا مش محتاجه اكتر من كده. عايزاه رز ابيض ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام، طبعا رز بسمتي او رز مصري عادي اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه اهو، وهسيبه كده ايه يستوي مع نفسه، ونرجع تاني للشوربة. طيب الشوربة بقى عندي انا كده زي ما اتفقنا، حطيت الطماطم والبصل وكمان الثوم، حطيتهم يتشووا في الفرن خلاص. بعد ما يتشوي الفرن حطيت عليهم شوية ثوم وبصل، وحطيت كمان معاهم شوية ريحان مجروش أو اللي هو الناشف يعني أو فريش اللي موجود عندكم، وزيت زيتون وملح وفلفل. تمام، طيب بعد كده هقوم يا مقطعاهم يا كده يا مثلا، وبعد كده أضربهم في الكبة، سواء أنا مقطعاهم سواء أنا شغالة بيهم سلام بالشكل ده. تمام، طبعا دول متقطعين مش هياخدوا وقت خالص. هقوم حاطه الطماطم المشويه بالشكل ده، وهحط كام فص الثوم، وهقطع البصلايه كده على اثنين وكده ولا ثلاثه اهو، هقطعها كده عايزاها كده. كل ده هضربه في الكبه، هنعم الكلام ده خالص. تمام، الموضوع بيفرق جدا لما نبقى شوينها، يعني الموضوع بيبقى طعمه مختلف خالص، بيروح في حته ثانيه خالص عن ان احنا نشتغل بيها الطماطم كده ما تبقاش يعني فيها اي طعم. الشوي مع زيت الزيتون وشويه الريحان والكلام ده كله بيديها طعم حلو قوي، فبتفرق قوي في الطعم.